أحبتي ممن تشاهدون وتتابعون شاشة زاغروس الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة لبرنامجكم الصباحي نسمة زاغروس. اليوم احنا متواجدين في الشركة العامة للأسواق المركزية لننقل لكم فعاليات افتتاح السوق العراقية الحرة، ولمزيد من التفاصيل خليكم ويانا. نشاط الأسواق الحرة هو أحد المهام الموكلة إلى الشركة العامة للأسواق المركزية، ولكن هذا النشاط طبعا يتم بالتنسيق وبالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك، كون البضائع التي تعرض في هذه السوق يجب أن تكون معفاة من الجمارك. بالتالي تم إبرام عقد مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال السوق الحرة من أجل افتتاح هذا السوق اللي هو في جانب الرصافة في مقر الشركة. والحمد لله اليوم كانت يعني تم يعني العمل في هذا السوق، والآن أنتم تشاهدون أنه هو الحمد لله يعني قد يكون هو شيء مصغر، لكن هو انطلاقة لأسواق أخرى إن شاء الله في جانب الكرخ وفي عموم محافظات الوطن. بالتأكيد هذا يعني تجربة فريدة تحسب لشركة عامة الأسواق المركزية لافتتاح السوق الحرة، هذه الأسواق المهمة والمتعارف عليها بنوعية عالية في كافة مطارات العالم، و اليوم نشاهدها مفتوحة في مقر الأسواق المركزية. هذه السوق بالتأكيد تمثل خطوة ممتازة لخطوات لاحقة سوف تتبع لشركة عامة الأسواق المركزية في شراكات جديدة. كان هناك بعض الخطوات المتعثرة حقيقة نتيجة ضعف المعايير لاختيار الشركات المشتركة مع الشركة في تنفيذ برامجها. اليوم نلاحظ وكما تلاحظون مشروع مهم حيوي يضاف إلى مشاريع وزارة التجارة. احنا استطعنا في وقت قياسي انه ننشئ هاي الشراكه اللي هي اول شراكه مع وزاره التجاره والاسواق المركزيه، الشركه العامه للاسواق المركزيه، لتطبيق ونقل فكره الاسواق الحره العالميه وتقديم خدماتها للهيئات الدبلوماسيه العامله والى المسافرين العراقيين الاعزاء اللي لهم مجال بعمليه الشراء خلال 30 يوم من عمليه دخولهم إن لم يستطيعوا أن يقومون بعملية الشراء في مطارات العراق. الحمد لله الكوادر العراقية تشفتوها مدربة على أحسن ما يكون، والماركات العالمية المعتمدة في جميع أنحاء العالم، ونعتبر هذا خطوة نجاح للشركة والقطاع الحكومي. إن شاء الله تتبعها خطوات أخرى. بادرة حلوة في التطور حلو، لأنه ما راح يكون بس على المسافر، ما راح يقتصر بس على المسافر، أكيد راح يكون فتشي بإيد المدنيين الناس اللي تريد، يعني مو راح يضطرون إلا يسافرون يلا يروحون للسوق الحرة، لا، أي مواطن يقدر أنه يجي يتبضع باللي يريده، الأشياء اللي يحتاجها يأخذها. أكو قانون يسموه قانون الشركات رقم 22 سنة 97، هذا القانون سمح للشركة أن تتعاقد ويا الشركات الأهلية بالعقود المشاركة، تجهز ويوفر لها مواد وهي تجهز كل شيء مقابل عمولة تتفق عليها أو عقود مشاركة. احنا عندنا بناية أسواق حرة موجودة قديمة، بس هالبناية هم بناية متعرضة للسلب ومتفجر حاليا، فالتجت الشركة لهذا الموقع وهذا مبادرة طيبة وراح تحقق مردود وتبني مبادرة جيدة ونظامها الداخلي وبيان تأسيسها يسمح لها أن تشارك في القطاع الخاص، وبالتنسيق مع وزارة المالية، وهناك تنسيق صار وزارة المالية الجمارك، وهذا فتحوا السوق، وهذا مبادرة جيدة ودعم القطاع الخاص، وإن شاء الله نشوف مبادرات جديدة للشركة.
أعزائي المشاهدين، في ختام تغطيتنا لهذا اليوم من داخل السوق العراقية الحرة والتي تعتبر الفرع الأول في بغداد بعد أن كانت تقتصر على مطار بغداد الدولي، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في تغطيتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، كنت معكم أنا مغيث خالد، قناة زاغروس الفضائية.